يقول رحمه الله تبارك وتعالى لولده: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات حتى نحته. يعني كلما كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وهكذا نسير في هذه الدنيا حتى تتوسط أعمارنا إلى 30 إلى 35 في الغالب، أتكلم في الجملة، ثم يبدأ بعد ذلك العد التنازلي. أرأيتم الآن نحن من قبل 3 أيام بدأنا بالعد التنازلي لهذه المجالس المباركة، الآن من بلغ 30 خلاص يبدأ معه تقريبا العد التنازلي. أعمار أمتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، فإذا تجاوز الإنسان 30 فيبدأ معه العد التنازلي، إلا ما يجوز ذلك وقليلهم، قليل ما هم. الذي يجوز 70 قليل، وهناك أيضا كثير من يموت قبل 60. فالقصد أن الإنسان يهتم لهذا الأمر.